بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بمتابعينا الكرام في فيديو جديد من فيديوهات دروس دعم التقوية الخاصة باللغة الفرنسية المستوى الأولى بك. إذا كنا شفنا في الفيديو اللي داز لاميت ديال أوديب، عقدة أوديب أو أسطورة أوديب، فهاد الفيديو إن شاء الله بإذن الله غادي نحاولوا نتعرفوا على لاميت ديال أنتيغون أو عقدة أنتيغون، أسطورة أنتيغون كاملين صحاح. إذن أنتيغون هي la fille d'Oedipe. أنتيغون هي البنت ديال أوديب، le roi de Thèbes. هاد أوديب هذا هو الملك ديال طيبة. et la reine Jocaste، والملكة جوكاست اللي هي في الحقيقة الأمر الأم ديال أوديب. أرجعوا الفيديو اللي داز وغادي تفهموا مزيان كيفاش حتى ولا أوديب الملك وكيفاش وقع ليه حتى تزوج بالأم ديالو وولد منها أربعة ديال الوليدات اللي هما أنتيغون، إسمين، إتيوكل و بولينيس. Quand Oedipe découvre qu'il a à son insu, quand Oedipe, عندما اكتشف, découvre يكتشف, عندما اكتشف Oedipe que qu'il a tué son père, أنه قتل أب ديالو اللي هو لايوس, et épousé sa mère, ou تزوج الأم ديالو اللي هي جوكاست, il se crève les yeux. تقبعينيه, قلنا تقبعينيه بالموس, et quitta Thèbes, وغادر مدينة طيبة. أجامي غادرها ما يعود يرجع لها مرة أخرى، وقلنا كذلك حتى السكينة ديال طيبة ساهمت في هذه المغادرة. داكشي علاش كنقولوا أوديب إلا إيتي إكزيلي، نوفيا صافا. دونك أبخي سون ديبار، من بعد ما خرج من مدينة طيبة، خرج هو البنية ديالو اللي عقلتو، من بعد ما خرج من طيبة سي دو فيس إتيوكل إي بولينيس صافا. دونك غادر مدينة طيبة يعني أوتوماتيكمون راه سمح في الحكم. لمن خلى الحكم؟ خلى الحكم لواحد من ولادو. عندنا زوج ديال الوليدات، عندنا إتيوكل وعندنا بولينيس. اذا شكون اللي غادي يحكم الاول؟ غادي يحكم الاول إتيوكل. علاش إتيوكل هو الاول وماشي بولينيس؟ غادي يحكم إتيوكل الاول باعتباره سيليني هو الكبير صافي. دونك باهم مين مشى شنو تفاهموا؟ تفاهموا على اساس ان كل واحد فيهم غادي يحكم عام، غادي يبدي إتيوكل يحكم عام وموراه يدوز الحكم الاخ ديالو اللي هو بولينيس عام، وهي غدا اتور دورول صافي التيرناتيفمون كل واحد عام. دونك ابري سون ديبار صرا من بعد ما مشى شكون هو الاب؟ سي دو فيس وليداتو بزوج مالهم إتيوكل بولينيس ديسيد دو سو بارتاجي لو تران، قرروا انهم يتشاركوا العرش اي دو رينيي شاكان لور تور بوندون اون اني، كل واحد فيهم يحكم عام اون اني عام واحد. À la suite du refus d'Étiocle. هذا نصوت الوالد نهاد إتيوكل هذا شنو دار؟ إلا رفوزي. طبعا ما معنى رفوزي؟ يعني رفض. رفض يعطي الحكم من بعد ما كمل العام ديالو، ما بغاش يدوز الحكم للبولينيس. À la suite du refus d'Étiocle de rendre le pouvoir à la fin du première année. Donc, كمل la fin du première année. كملات العام الأول. إتيوكل ما بغاش يدوز الحكم للأخ ديالو اللي هو بولينيس. دونك هذا بولينيس شنو غادي يدير؟ بولينيس فيان اسيجي تيب. بولينيس مشى جاب سبعه ديال الامراء صافا. هاد السبعه ديال الامراء كانوا اعداء ديال طيبه صافي، كانوا اعداء ديال طيبه. بولينيس مشى عندوك سبعه ديال الامراء قال لهم عافاك واش تعاونوني في واحد الاخ ديالي راه ما بغاش يعطيني الحكم، الا طيحناه من الحكم غادي يكون عندنا دي دوبل بينيفيس، يعني غادي يتبادلوا المصالح بيناتهم. بولينيس يتبادل المصالح مع سبعه ديال الامراء. Donc Polynice vient assiéger Thèbes. Polynice ahata b'Thèbes b'sb'a dial omara avec l'aide de troupes étrangères. Ça va, شوفوا شنو سمعوا هنا، des troupes étrangères. غرباء، غرباء على المدينة ديال طيبة. دوك الأمراء غرباء على المدينة ديال طيبة. Et les deux frères s'entretuent. وقعت بيناتهم واحد لا غير بين إتيوكل وبولينيس وهذوك سبعة ديال الأمراء اللي كانوا جايين في الصالح ديال بولينيس. دونك دخلوا في واحد الحرب. في الاخر ديال الحرب شنو وقع؟ لي دو فرير اللي هما بولينيس اي إتيوكل شنو وقع ليهم؟ ايل سون تريتيور صافا. دونك ما معنى ايل سون تريتيور؟ يعني واحد قتل الاخر. اللي قرا القصه وبليتو اللي قرا لا بياس دو تياتر غادي يلقى باللي لقاو إتيوكل و بولينيس معانقين صافي، واحد قتل الاخر مزيان. دونك ماتوا لنا دابا زوج ديال الدراري، مات لينا إتيوكل ومات لينا بولينيس، شكون اللي بقاو؟ بقات لنا اسمين وانتيغون، والحكم ما يمكنش يدوز للبنات،
اذا خاصهم يقلبوا في لا فامي رويال، يقلبوا في العائله الملكيه، شي واحد راجل اللي غادي يشد المملكه. شكون غادي يلقاو؟ ما غادي يلقاو حتى واحد باستثناء لو روا جديد. سميت لو روا جديد هو كريون، صافي هو كريون. شكون هو كريون؟ هو الاخ ديال جوكاست، الاخ ديال جوكاست لا غين، ديك الملكه اللي كانت هي الزوجه ديال اوديب. اذا لو بوفوار روفيان الوغ ا كريون، دونك الحكم ولا لمن ولا الكريون. دابا ما بقى حتى واحد في الدراري ديال الملك، دونك غادي يمشي اوتوماتيكمون الكريون. فخير دو جوكاست، شكون هو كريون؟ هذا هو الاخ ديال جوكاست، اي تيتور دي تيوكل اي بولينيس. دونك هو الاخ ديال جوكاست، هو الخال كذلك ديال اي تيوكل و بولينيس و انتيغون و اسمين، في كو هما بكامل بربعه بهم خوت. لاكسيون دو لا تراجيدي كومونس، اذا التراجيديا ديالنا فين بدات؟ كومونس او مومون او لو نوفو روا، بدات من جهه داك الملك الجديد. شكون هو هذا الملك الجديد؟ قلنا هو كريون. من جهه هذا الملك الجديد شنو قال لهم؟ بدو كولور. دونك كومونس او مومون او لو نوفو روا كريون، الملك الجديد فيان دو سيليبري لي فينيراي دي تيوكل. دونك الملك من جاي يدير مراسم الدفن، فينيراي لي فينيراي هما مراسم الدفن، من جاي يدير مراسم الدفن دار دونك دار دي فينيراي رويال، مراسم دفن ملكيه. لمن دارها؟ الاثيوكل، صافي دار مراسم دفن ملكيه الاثيوكل. وبولينيس اعتبرو ان تريتر، اعتبرو كخائن. علاش اعتبرو كخائن؟ قال لهم بولينيس مشى استعن بالاعداء ديال المملكه، داكشي علاش غادي نخليوه بدون قبر، غادي نخليو الجثه ديالو ياكلوها الغرابيب وياكلوها لي شاكال، ياكلوها المهم لي شاكال الديوبة وياكلوها الصقور وياكلوها داكشي الاخر. صافا دونك il proclama alors l'interdiction، وقال لهم il proclama خرج واحد 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 القانون l'interdiction d'en faire autant pour Polynice، خرج قانون l'interdiction كيمنع فيه اي واحد يقبر بولينيس. خرج قانون كيمنع فيه الدفن ديال بولينيس. قال لهم غادي نديروا مراسم دفن ملكيه الاثيوكل باعتباره بطلا وباعتباره كان يدافع عن مدينه طيبة، على المملكه ديال طيبة، وزيد وزيد وزيد. وبولينيس غادي تعتبر خائن لانه استعان باش بهذوك السبعه ديال الامراء اللي هما الاعداء ديال المملكه ديال طيبة. مزيان كونسيديري كوم تريتر، دونك قلنا كريون اعتبر هذا بولينيس كوم تريتر كخائن à sa patrie pour lui avoir fait la guerre. هو اللي تسبب في ديك الحرب. أنتيغون au nom de la pitié. Donc أنتيغون شنو جاها؟ جاتها بحال نقولوا la pitié، الشفقة. La pitié هي الشفقة. صافا la pitié filiale. صافا الشفقة العائلية سواليزون. جاتها واحد الشفقة، كيفاش عندي زوج الخوت واحد فيهم يتدفن وواحد بقى نشوف فيه انا كيخمج في الشمس؟ راه ما يمكنش. صافا دونك شنو غادي دير؟ غادي تقرر انها تدفن خوها بالرغم من الانتيرديكسيون ديال الملك، بالرغم من المنع ديال الملك. دونك انتيغون او نون دو لا بيتي فيليال اي لي لوا، شوف اي لي لوا ديفان، هي كتامن بالقانون الالهي، لا لوا ديفان. شنو كيقول هذا القانون الالهي؟ كيقول ان هذوك الناس اللي ما تيدفنوش الى ايترنيلمون يهيمونا، كيبقاو يتعذبوا على طول الحياه. قالت لك انا ما يمكن ليش نخلي الاخ ديالي بلا ما تدفن وبقى يتعذب على طول الحياه ديالو. انا غادي نتحدى جميع القوانين الانسانيه، رد البال، القوانين الانسانيه يعني القانون اللي يحطو الانسان، يعني اوترومون دي القانون ديال كريون. انا غادي نتحدى القانون ديال كريون ونمشي ندفن الاخ ديالي باش حتى هو ينعم بهذيك الراحه الابديه. دونك Antigone, au nom de la pitié filiale et des lois divines supérieures aux lois humaines. شوف قالت لك les lois divines sont supérieures aux lois humaines. بالنسبه ليها القوانين الالهيه عندها مكانه اكثر من القوانين الانسانيه. Refuse la décision de Créon. رفضات. رفضات القوانين ولا رفضات la décision، القرار ديال Créon. Et procède au rite funérail. وشنو مشات دير؟ مشات دير لي ريت فينيغاي، مشات دير مراسم ديال الدفن الخاصه للاخ ديالها الاخر اللي هو بولينيس. اذا il fut alors enfermé dans un tombeau. دونك اوتوماتيكمون اون فوا تشدات
صافي. دونك مشات دير المراسم ديال الدفن، غادي يشوفوا انها دارت دو زوج ديال لي طونطاتيف، دار زوج ديال المحاولات ديال الدفن. المحاوله الاولى سلكات، ما شدوهاش الحراس اللي كانوا كيحرسوا ديك الجثه. المحاوله الثانيه تشدات فيها، مشاو عرضوها على الملك. مين عرضوها على الملك؟ في الاول كيحاول يدافع عليها ويقول لها يا ودي ارجعوا لله، انت راكي بنت الملك وتعطى راك عارف زعما راه عائله وحده، ما يمكن ليش نقتلك. هي والو كتقول له لا، جوج انا كنعرف حاجه واحده اخرى، وحاجه واحده اللي عندي هي ان بولينيس خاصو يتدفن. هي يقنع فيها لو خوا كريون، يقول لها يا ودي غير حاولي تراجعي على هذا المشروع ديالك. هي ما بغاتش، قال ليها ما خليتي ليا حتى حل، الحل الوحيد اللي غادي ندير معاك هو نقتلك، ما يمكن ليش نخليك غادي تصري عليا المعارضه. سي بون. دونك شنو غادي يدير؟ غادي يحكم عليها. شنو هو الحكم ديالها؟ غادي يقبرها وهي حيه. صافا، واللي قرا القصه غادي يشوف انها قبروها هي حيه في دون لي كافيرن دو اديز. دونك il fut enfermé dans un tombeau. صافي، قبروها حيه، صافا انفيرمي، سدوا عليها في واحد القبر. و il se donna la mort par pendaison. سدوا عليها في القبر وهي حيه، وشنو دارت هي في الاخر؟ صافا، شنقات راسها. مين يقول لك انا القبر عندك تتخيل القبر فيه نص متر على 3 متر. صافا، هذا اش قلت لكم انا في القصه مكتوبه او دي في المسرحيه شنو مكتوبه؟ لي كافيرن دو اديز، كهوف. صافا، كهوف ديال اديز. دونك شنو دارت؟ مين لاحوها تما وسدوا عليها، شدات واحد الصمطه ديالها غادي يشوفوا، ودارتها على العنق ديالها وانتحرت. صافا، لا بونديزون هو الانتحار. صافا، انتحار بمشنقه، شنقات راسها. دونك هاد انتيغون كان عندها الخطيب ديالها، الخطيب ديالها سميتو ايمون. هاد ايمون هذا مين شاف الزوجه ديالو ماتت او ديال الخطيبه ديالو ماتت، بقى فيه الحال، شنو غادي يدير؟ حتى هو غادي يشد السيف الرق ويدخلو في الكرش ديالو وغادي يموت معاها. صافي، وهاد ايمون بالمناسبه هو الابن ديال الملك اللي هو كريون، الابن ديال كريون. حنا من بعد غادي نحاول نرجعو ندير واحد لو ريزومي وغادي تفهموا القصه. صافي، ساهله بسيطه، انتيغون بسيطه، ماشي شي حاجه اللي صعيبه بزاف. دونك ايمون سون فيونسي اللي هو الخطيب ديالها اي لو فيس دو كريون، الابن ديال كريون، لا ديكوفري، يعني ملي اكتشف ان الزوجه ديالو انتحرات. صافي، اي سو سبيسيدا سور سون كادافر، حتى هو كذلك انتحر حدا الجثه ديالها. باش كنا انتحر؟ انتحر بسميتو بالسيف ديالو، دخلوا في كرشو. وحنا غادي نشوفوا كذلك ان مين سمعات الام ديالو باللي ايمون انتحر، حتى هي بالدور ديالها غادي تنتحر، اللي هي اوغيديس. اوغيديس هي الزوجه ديال كريا. صافي، مفهوم مزيان؟ هذه هي لا ميت دونتيغون باختصار شديد شديد شديد. اذا نحاول ان شاء الله في الفيديوهات القادمه نحاول نديرو شي دي ريزومي ونبداو ان شاء الله في الامتحانات. الله يسهل الامور والله يجيب لي فيها خير، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.